بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير. واليوم جايبين لكم مقطع عن والله نعسان يا أخوان، ما نمت من أول يمكن 20 ساعة صاحي، لازم أصور مقطع لأني مطول ساحب شوي، ووعدتكم على مايكل مايرز وكذا. ف اليوم مايكل مايرز بناء على طلباتكم هذه وبلداتكم برضو نلعب ماب ربي دي، والجيم الثاني بنلعب باب المستشفى. وخلكم مع المقطع، وبس لا تنسون اللايك والاشتراك، دعمكم ترى يحفزني، ومشاهدة ممتعة. طبعا يا اخوان قبل ما يبدأ الجيم الاول، اذا نصيحة من عندي، يعني اذا ما تحبون تشوفون مايكل تير 2 بس تبون تشوفون ضد ستريمرز اللي هو مايكل تير 3، فانصحكم تسكمون الجيم الاول هذه الدقيقة بداية الجيم الثاني، لان صراحة الجيم الاول ممل، انا اشوفه ممل صراحة ما يستاهل. لكن انت تحب التير 2 وكذا فاشوف شادم. طبعا الحين بوريكم البيلد. طبعا نبدا اول شيء بمبر بي دي، وقبل ما نبدا نشرح البيلد وكذا، زي ما تشوفون الحين المتبند اني حرفيا سويت دي سي اكثر من مره، كل شوي يدخل لي ماب ثاني لان السيرفرز حاطين ماب اوفرنج، فحرفيا خلصت الاوفرنجز حقت الليري حقتي حقت الماب الثانيه كلها، فللاسف بتخلص فلوسي ما اقدر اصور مقطع. انا ابغى انزل مقطع ان شاء الله قريب، فبلعب جيم واحد، اذا جاني الماب كويس، اذا ما جاني ما اقدر اسوي شيء والله، ممكن اجرب ليري او شيء ثاني، لكن باذن الله انه بيكون جيم واحد فقط بالبلد حق الاندتكتبل. والجيم الثاني بنلعب مايكل مايرز بش اسمه بلد الجودث اللي هو الاريدسنت. طيب البلد مونيتور انا بيوز نقص التري ريديس حقي 8 متر، تري ليف تورنمنت يخليني اندتكتبل لما ادق محرك واقدر افعله كل 30 ثانيه، جير هيد اذا دمجت سرفايفر اشوف السرفايفر اللي يصلحون محرك اذا تسوي جريت سكيل شيك، طبعا هستيريا اذا دمجت سرفايفر كل السرفايفرز المدمجين شو اسمه ما عاد يحسون فيني لمده 30 ثانيه، الادون هذا ينقص التري ريديوس حقي، المرايه تخليني اشوف السرفايفرز على 16 على مدى 16 متر في تير 2 بس ما اقدر اوصل تير 3، وار بي دي مشاهده ممتعه. بدا الجيم يا اخوان، نسيت اصور الحمد لله اني تذكرت. طبعا رسبنت هنا توي، فهم هنا على طول شافني يا الليل. ليش تشوفني يا اخي ليش؟ اوه هلا والله. هذا معزبين يا رجل، كويس والله بيكون جيم صعب. ليه ليه يا اخي اخترت وضع بدي؟ الله يعطيكم العافية. ليه؟ طيب هلا والله. والله خرجتني انا مو اللي خرجتها. طيب في واحد برا، كيف افجع؟ لو اجي من هنا ممكن افجع. مشكلة انه ما هو اوبليفيوس. وات كيف حس فيني؟ شكل راسي كبير انا. لو كنت ترى التير ريديوس حقي 6 متر فالمفروض انه ما حس فيني، بس شكله شافني. قريب والله. الله عليهم كومز. خليني زي كذا بدون شين، ما لها فايدة ترى. يعني بس تلحقهم كذا ما تسوي مايند جيم. يلا يلا يلا، هذه ما ادري كم جات. الله يقلع بنقي ولا ما يعرف يعمي. كيف ما وصلت؟ اوه انحشرت ها؟ ايه المشكلة بس هي سابو عشان كذا ما بضربها. ما ادري يمكن ما تشوفني. أوه. والله انها ذي عمياء صراحة. اوكي اوه ويست ايست وينج ذا ما اوصل. يا ولد ايش السوينج ضعيفة كذا؟ ولد ويسكر يوصل عاد. لا صوتها بس والله ما ادري متوقع.
خلاص يا اخوي موت. ولا والله يعني في قاعد افجعهم شوية بس مو ماشي ماي مرة كويس، يعني انا ملاحظ اني قاعد افجعهم بس ماشي ما هو المستوى المطلوب. اوكي اوه المحركات، بيلا نتنل. مين اللي علقناهم؟ علقنا الثلاثة كلهم. اي هذا علقناه، بينا نتنل عشان نفوز. ما اوصل ايه يا غبي. اتصال اتصال يا اخوان. لا نشبت. استغفر الله، وش احلام العصر ذي. اي شوف كمان ذا، قسم بالله احلام عصر يا اخوان، احلام عصر. انا مصدوم من اللي حصل. حلو حلو والله، سامحني اني بتنلك. باقي عنده اوه اسمه، خلصت والله. انا انتظر الديد هارد، لكن اتوقع ان ما اعرف عد لعشر ثواني. حلو حلو، طيب بوقف تثنين شوية، بيبي يسوي مندو كذا على البال. طبعا فجعتها قبل شوي على البال، بعلق هذه لان هذه برضه ديث هوك الحين. اوه حسافة، عارفين على اخر ثانية هذه ما تصير معي انا. والله يا اخوان يا ذا حظه زي حظي. يوه الله يا انه مسكين، اسف سامحني بس افوز. اه نسيت وين علقتها، هذه نايس. حلو حلو نو ما اوصل يا اخو. حلو عندنا هذه التونل الثاني، ما بتاخذ هيت حتى تبلكها. واو يا اخي انت مبدع يا اخي. اوكي اوكي ممكن نجيب 3 كي هنا. لا والله صحاها. كان اعرف وينها. اوكي على الاقل فايدة من ذا البلد. والله البلد ذا يا اخوان انه سيء، نصيحة نصيحة مني لحد يستخدمه. انا اقول لكم الصراحة يعني البلد ذا سيء جدا. واو ايش الفايدة بالله، لو عندك ديسايسيف بقول صح، لكن ما عندك ديسايسيف. وهذا باقي تغطيه سابو برضو، هي بتموت ذهين اخوان. والله اذكياء بشكل، ما ماني تراي هارد ذهين يا اخوان، بالعكس قاعد العب طبيعي. يعني هذا اللي يقدر يسويه بام 1، واحد يبغى يفوز هذا اللي يقدر يسويه. اوه ما في بلت هنا، تأكد ان نجيب الضربة عشان مرة سبقنا ابو كلب تريفر بالموت.
تحت. اوه هلا والله. وش ذا المايند، مو مايند جيم، وش السبن ذي؟ جي 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 الحمد لله فزنا. والان بنروح الى بيلد مايكل مايرز المعضل. اخوان زي ما تشوفون هذا بيلد الجيم الثاني، الموسيقى توقف اللي انا منتظره. طيب نبدا بالبيركل والبمبوز المعروف، يزود سرعة النط 15%، ويوم انط الشباك اللي نطيتها تتقفل 16 ثانية. وسوبر اناتومي بيرك ويسكر، يتفعل البيرك اذا سرفايفر على مدى 8 متر منك سوى فاست فولت اللي هو نط من الشباك بسرعة. تصير النطة القادمة حقتك من الشباك 40% اسرع، بعدين يقفل البيرك و30% كل 30 ثانية كول داون. والله الكلج القوية فاير اب. كل محرك يخلص يجيني 4% سرعة لكل شيء، حرفين كل حاجة، بس مو سرعة مشي. دارك ارجنس هذا اذا صار لي ستن من البلت، الستن اطول 25%، بس نطي من الشبابيك اسرع ب 25% برضه. هذا انفنت تير 3، هذا يسرع التير 3 واموري عشان الفلة. وبس مشاهدة ممتعة ومعانا ستريمر اعليان اعليان. يس ان شاء الله انها لايف. بس بسم الله الرحمن الرحيم. اوتو هيفن الماب الجميل بالفلاتر الجميلة بالكلر الجميل. طبعا لازم نغذي التيرات حقتنا اول شيء. شافتني طبعا انفينيت تير 3. هلا والله فينك هذا الستريمر. خرا الستريمر نجمع لقطات تخوفه شوي. ظاهر عربي ماني متأكد، بس الظاهر عربي. اذا بيقعد يمشي على الشاك فماش ما بيكون شيء كويس صراحة. والله تير ترو سريع يا ولد. حلو معنا تير ترو الحين. اوه عشان اوبسيشن ذا. ايه الظاهر نتغذى عليه. خلاص الظاهر 99. يبي 99 خلاص. اوكي راح نتركه. اوكي هذه المحركات الوحيدة اللي عندهم. اوه هذا 100% ميت. ما عندي سيل ستارك من هنا الا ام دي. والله بصت يا اخوي. نسيتك على ام دي صح؟ شو شو النط؟ والله ما توصل حبيبي. والله هي مرعبة. خلاص انا انت فلت. خلاص ذحينا فرنزي يا حبيبي. فرينزي لي انفينيت. اخوان مايكل مايرز والله معضل يا اخوان. ليش تخبي معي دونات؟ ما يحتاج الا ادون احمر وخلاص حرفيا. طيب بس ندق المحرك هذا. فين هذا؟ والله ما ادري، ظاهر هنا ما حد شاله. اوهو هذا بس يسابه. ما ودي يعني ينتهي الجيم بسرعه كذا. ما ودي ينتهي الجيم. لا بعطيهم فرصة. ما بعطيهم بعطيهم فرصة بعطيهم فرصة. بشيل هذي. دي كي تي يا اخوان ذا اعرفه. والله الظاهر اني اعرفه كي تي. الظاهر ذا ستريمر كمان يا اخوان. مير اعتقني انا اكثر واحد بالتيم ما اسوي شيء. لا 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 ما ينفع تفلش بومير عليان. انتبه
وش عندك هنا؟ والله معك لايف. والله ما تنجو حبيبي، والله النطة سريعة يا اخوان. شوف يهز برا، هلا مع بمبوزل. اوف باقي محركين بس. لا 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 لا، بينا نشدها شوية، بينا نشدها شوية يا اخوان. دايت هارد يا قوي، عجيب والله. لا والله اعطاني ديد هارد صراحة يا حبيبي. اللنجة، اللنجة هذه اللنجة الصح، هذه اللنجة اللي عليها كلام. اقلع مزيقة، دخل بضوء. اما ذيك اللنجة الخايسة، شكرا. ما هو تنك غالبا عندك ديسايسيف وتبغى تتنل و... ولا اقول لك بجي تعال تعال بعدين لك عشان الستريم، عشان البث حقه وكذا. هل انت متأكد انك عاوز تتنل؟ والله 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 لا والله ذكي 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 يعرف يلعب. الليل عنده بلت. اوكي نو طبعا. يبي يروح ويندو بس هو عارف ان الويندوز نو. اوكي بسيبك انقلع. شوف شوف الفرق، والله ذيك تلعب، هذا فرق واضح في اللعب صراحة. امس يا اخي انت دهارت ابن الذين، يا ساتر. بشيل واللي يصير يصير يا وحش. نروح للستريمر ذا. والله والله يلعب ذا يا اخوان، بلتات معاه يلعب يلعب يلعب. لا ابو ميا يا اخي عليان، انت مو طبيعي. بمبوزل يا اخي، فعل اوه ماي جاد، نو واي نو واي. ما مع بمبوزل بس عنده بيرك ويسكر. الله يعرف كيف شكله عنده بس. طيب عندنا كيت ديث هوك، وذي برضه ديث هوك، وهذيك برضه ديث هوك. والله مرنا في السمباتيك يا ولد. هذا بغيت اكل تبن صراحة.
هذا معاه ايرون ويل ها؟ يب يا اخوان يا اخوان ذا ايش؟ او موري معنا موري دي 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 دبل موري يا اخوان دبل موري ليتس جيت ات ايش الجيم الجميل هذا فين قاعد تتابع الموري وكذا يا نعم بروح الفينج على طول لان ستريمر كذا يا بس اوه هلا والله يا ورع انا عارف يا اخوانا حركة غبية اللي سويتها بس عادي مقصودة ترى انا ناويها كذا وانا بتركه بشيك على المحركات حقتي اول شي بادق هذا ظهر التي تي في الاخير في المحرك البعيد ذاك عشان كذا هذا بالضبط اللي راح اسويه انا حاسس حسيت اوه استن طويل نسيت روح ويندوز روح عند الويندوز بس تكفى محظوظ تعال هنا تعال هنا تعال هنا الله عليك روح هنا روح هنا ايوه بس باقي الاخير الاخير الظاهر انه الشاك خلاص يبي هو هنا مكان ما ما ابغى يلقى الهاتش ما عنده بلت ما في شيء بس اهم شيء ما اخذ الموري كورنر ها يجي كي تي ها ظاهر اني اعرف هذا يا اخوان والله والله بلد حقير واو بس يا اخوان هذا كان المقطع يعطيكم العافيه على المشاهده لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك لان ترى يحفزني والله وبس شكرا لكم على المشاهدة مع السلامة